السلام عليكم أخي علي، ممكن تفتح افتح الفيسبوك عندك؟ فتحت استاذ، فتحت تمام، أعمل لي سكرين شير. تمام. باين عندك؟ بين عندي. تمام، حلو. خلينا الحين أفتح إعلان مثل ما فتحنا المرة الماضية. راح عندي الحصة اليوم راح تكون فقط براكتس، نعم فإحنا الاثنين خلينا نعمل براكتس على كل شيء. نعم أول شيء نروح على مدير الإعلانات، بعدين نسوي إنشاء حملة إعلانية، بعدين تمام، نحدد. اشرح لي واحد بواحد. نعم، هسه شرحي مفهوم؟ ما سمعتك. الشرح مفهوم اللي أشرحه؟ اشرح لي، قصدي الاهداف هذول الحملة، نعم، اشرحهم لي واحد بواحد. هدف نحدد نختار هدف الحملة الإعلانية، سواء كانت المبيعات أو العملاء المحتملون. طيب، شو معناها واحد؟ اشرح لي واحدة بواحدة، شو معناها؟ مبيعات يعني الهدف منه إنه هو إنه عندنا منتجات ونبيعهن. طيب، كيف نبيع المنتج؟ عن طريق الإعلان لا، قصدي من وين يشتروا؟ من الصفحة حقي. طيب، أو من الموقع. نعم، العملاء المحتملون. العملاء المحتملون هو أستاذ، والله الأويرنس، أتوقع الأويرنس. لا، الكونفرجن. نعم، هذه شوي ما أعرف. العملاء المحتملون هل التفاعل. نعم، دقيقة، ديني شغلة. طلعت عندكم الشاشة؟ اي نعم طلعت. اي تمام، صح، هذا إعلان فيلا كومباين، فتحوا لعقارات هنا في تركيا، نعم وضعوا على شكل زبائن محتملين. فحب نرجيكم بالأخير كيف راح يكون شكله. تمام، هذا هو الإعلان. تمام، أنتم شايفين صح؟ اي نعم استاذ، شايفين. تمام، الإعلان فيه زر من الأخير، الزر هون ساين أب، يضغط عليه يروح إلى الفورمات، هذا الفورم استمارة لاستمارة استمارة الاستبيان أو أخذ المعلومات، سميها مثل ما حبيت. تأخذ إلى الصفحة الثانية، عبي فيها معلوماته. تأخذ إلى الصفحة الثالثة، يتأكد من المعلومات. وتأخذ إلى الصفحة الرابعة، أنه تم تسجيلكم بنجاح. بعد لي تم تسجيلهم، ينزل مباشرة عندنا في السيستم. أستاذ، هاي ما فإحنا من تعلمنا، السيستم. ما سمعتك. هاي ما تعلمناها اللي استمارة. راح نتكلم عليه أكيد مباشرة. حلو، ما يفتح هو أو ما يعبي هو الاستمارة، يطلع عندنا في، خلينا نشوفه في، بالعادة الشركات هذا أكثر شيء مطلوب عند الشركات.
تمام. انا عندي هون الليد اللي جاوا، اللي هم العملاء المحتملين نسميهم ليد. عندي الليدز اللي جاوا هون، all tools في منطقتين ممكن ادخلهم. عندنا ليد سنتر، ليد سنتر يعني إذا ما كنت رابط بالسيستم ينزل لي مباشرة، ينزلوا لي المعلومات هم لهنا ومن هنا، نتكلم معهم مباشرة، نبعثهم رسالة أو نتصل فيهم بالتليفون. وإذا حاب أن أنشئ فورم، روح إلى انستنت فورم اللي هي هنا، طيب طلعوا لي الحين، نضغط على كرييت فورم، نيو فورم مثلا، وطلع لي نفس المعلومات. شو اكتب في الانترو، نفس الطريقة، شو اكتب في الانترو، الصورة اللي انا رفعها، الهيدلاينز وكل شيء، ومن بعد الكويشنز اللي انا عاملها، الاسم والرقم الهاتف والايميل، ممكن نضيف اي شيء. أستاذ صار أكو صدى. واحد فتح مايكروفون ممكن. سمعني علي؟ أيوة سامعك بس الصوت بعيد. والله خليت مايكروفوني في المكتب. دقيقة. خلينا ندقق على ما يتطلب من التطبيق. لهنا ممكن نضيف المعلومات اللي احنا محتاجينها. بالعادة احنا ناخذ فقط الاسم والايميل ورقم الهاتف، الشيء اللي تساعدنا في التواصل وما نكثر كثير اسئلة. او ممكن تضيف السؤال اللي انت حابه مثلا. هنا نضيف رابط سياسة الاستخدام. هل بالعادة رابط يكون عندك في الموقع، أو تجيبه من موقع سيارة اللي أنت تشتغل عليه؟ هو سياسة الخصوصية. إذا كان عندك موقع مباشرة تكتب باي تو مباشرة سي بوليسي جنريتور. نطلع ويب سايت مثلا، نيكست، تحط رابط الويب سايت، وتحط اسم الشركة American English whatever. بس Do you have users in the US now? Yes now. مثلا من فتح حطيت مثال سيب اخ now. بأن أنا محتاجهم.
هاي الحين أعطانا أعطانا النص. أو نص طالنا النص كامل. هذا النص فقط ننقله على ال ننقله على سائل نفتح صفحة جديدة في الموقع وننقله عليه، وساعدنا صفحة سياسة الخطوطية. سامعيني صح؟ سامعيني للتصوت سامعيني. صوت صدى. دقيق. سامعني بهذا الشكل؟ ايه صح. أحسن؟ ايه جيد جيد. الان تمام. وضحت الصورة اللي كنت تتكلم فيها ولا نعاود نشرحها من البداية؟ نعم واضح استاذ. من سياسة الخصوصية. اوكي واضح. تمام، فقط تنقل هنا الرابط اللي أنت تفتحه، وهنا اللي هي الصفحة الأخيرة Thank you، أو تكتبها بالعربي عادي. ثم تنتقل إلى Setting، تختار اللغة للفورم مثلا عربية، حتى تحول لك الأمور كلها بالعربية. وهذا بالعادة أنا أختارها Open، يعني مش فقط الأشخاص اللي شافوا الإعلان، يعني حتى ممكن أي إنسان يبعث الإنسان ممكن يسجل، فمن الأحسن أنا نختارها أوبن. هذا بالعادة أنا ما ألمسها لأنه هذا التراكينج، وهذا التراكينج ما أحتاجه، بالعادة ما أستخدم تراكينج في هذا الموضوع. المور فوليوم هي مناسبة أكثر للموبايل، وهاير انتنت لحتى تخلي الناس تعمل ريفيو سكرين، حتى تعمل هذا. انا نحب ان نحبها لما تكون الخيار الثاني، لسبب انه احيانا الكثير من الاحيان الناس تسجل عن طريق الخطأ، وبالتالي هذا الريفيو ريفيو سكرين راح يمنع شوية التسجيل عبر الخطأ أو التسجيل عن طريق الخطأ. تمام؟ تمام سر. تمام، بعد هذا ممكن نروح إلى السي ار ام سيت اب ونربط نربط السي ار ام اللي احنا نشتغل فيه. ما اقدر اشيله لأنه أصلاً هو الحين شغال. ايش هو سي ار؟ السي ار ام هو برنامج إدارة العملاء اللي مثل هذا، لوين تنزل وين ينزلوا الليدات عليه، وين ينزلوا الزبائن. هذا ما درسنا عليه. وما راح ندرسه إن شاء الله، الموضوع شوية معقد، وهذا بيزنس تاني، هذا بيزنس في السيلز مش في الماركتينج، ديجيتال ماركتينج قصدي. تمام أخي علي، ممكن ترجع الشاشة. نعم انطوني اذن. معك أنا ما نسيت شيء. ما عندي يطلع لي هوست. أعمل يس.
اوكي دوس اوكي بس خيار اوكي في خيار ما يصير. دقيقة. ها أنت مو كهوست. تمام الحين تقدر. دقيقة بس صفحة الفيس خلي افتح الفيس. تمام فتح وصلنا للتفاعل. التفاعل الهدف منه هو مثلا عندنا فيديو أو منشور نريد الزبائن العملاء يتفاعلون لايك سواء كان تعليق حلو أو حتى شراء يصير عن طريق الكومنت التعليق. حلو يعني هذا حتى تزيد عدد اللايكات وعدد التعليقات. نعم حلو. الترويج للتطبيق، إذا عدنا إحنا تطبيق نروج له ونخلي الناس تحمل التطبيق حقنا. تمام. نعم الترافيك الزيارات، الزيارات هو الهدف منها زيارات صفحة أو موقع. نعم مستاذ صح، ان تكون فيه زر لما يضغط على الزر يروح للموقع. نفس صفحة هبوط. نفسه صفحة هبوط. الوعي هو نخلي البراند الناس تتوعى بالبراند مال حقنا. حلو حلو جدا. انت شو راح تختار؟ أنا أختار بالنسبة لشركة جديدة الوعي. حلو يعني الاسم ده متابعة. نجي هنا نختار هنا الحملة الإعلانية جد بهدف الوعي. هذه أول شيء نسمي الحملة الإعلانية نسميها. أنا اللي هخليه هيك. وبعدين تدخل من شوف الآلة على يدك اليسار، ايه وين على يدك اليسار جيت؟ في سهم. لا لا لا، روح مباشرة لليسار في الشريط الأسود. لليسار، لا اليسار كامل. زيد زيد زيد، أنت من هون. طيب الجهة الثانية اليمين، هذه زيد زيد شوي، زيد شوي عند الشريط الأسود. ما في ما يطلع. عندك شريط أسود في الجانب، في الجانب اللي لا لا مش تون. مش في ال... في وين موجودة الشاشة. فقط معلش ركز معي شوي. نعم شفت وين مكتوبة مراجعة ونشر؟ فوق، الفوق بالأزرق على اليمين. هاي ايه تمام، في قدام هذا شريط أسود. زيد شوي، ثلاث زيد شوي. نقاط لا لا زيد شوي، فيها الإكس هذه ايه هذاك الأسود. شفت الأسود؟ تم ايه اضغط، اضغط على اللي بعدها، اللي بعدها. هذه اعمل تحديد للإعلان واضغط عليه. حلو. هذه أول شيء نسمي اسم الإعلان. طيب اشرح لي ايش هذول الثلاث. هذول هاي اللي هي طليق صح؟ لا برنامج طليق؟ اه ما سمعتك. يشبه شعار طليق إذا تعرفون الكورس مع الإنجليزي مع إبراهيم عادل. لا ما أعرفه والله. أخي علي، نعم أستاذ. أشهر كورس إنجليزي يعني بالوطن العربي. في مكتوب عندك حملة إعلانية جديدة، مجموعة إعلانية جديدة وإعلان جديد، صح؟ نعم اشرحهم لي، إيش دور كل واحدة؟ الحملة الإعلانية أول شيء نسمي الحملة الإعلانية ونختار الفئة المستهدفة. وين نختار الفئة المستهدفة؟ هذه موجودة
هذه الفئات. لا مش الفئات، لا 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 لا، الحملة الإعلانية نحدد فيها فقط هدف الحملة، يعني المجموعة الإعلانية هي اللي نختار فيها الاسم، هي اللي نختار فيها الفئة المستهدفة. نعم، هسه انا حددت مثلا الاسم، نروح على المجموعة الإعلانية. المجموعة الإعلانية لهدف الحملة هو زيادة معدل وصول الإعلانات، زيادة عدد مرات الظهور. طيب خلينا نتكلم على كل واحدة فيهم، خليهم افتحهم. طيب افتحهم، شو رأيكم في هذا الثلاث؟ مين يقدر يشرحهم لنا؟ ايش هو أستاذ؟ هذول الثلاث هو اختار وعي، تمام، اختار awareness. في هدف الأداء طلعوا له 3 أشياء: زيادة معدل الوصول للإعلانات، زيادة عدد مرات الظهور، وزيادة تحسين معدل تذكر الإعلان. أستاذ بالنسبة لأول اثنين سهل، الثالث شوية ملخبط بينه. أول اثنين معدل وصول الإعلانات، يعني مثلا أنت يعني عندك 0 جمهور وتريد تشوف الأكبر عدد ناس، يعني أنت ما عندك ناس محتملين ولا ناس يعرفوك أصلا حتى يكون شافوا الإعلان هذا من قبل، فتريد وصول الإعلانات أكثر. أما زيادة أكبر عدد ممكن من الناس. فممكن يكون هو نفس الشخص شاف الإعلان مرة ويخلينه يشوفه مرة ثانية، يعني هو بالعكس، الثاني تقصد زيادة عدد مرات الظهور، إيه هو يركز على أن الشخص يشوفه أكثر من مرة. إيه حتى نوعي الزبون بالبراند حتى يظل يتذكر، يعني حتى نحفرها مثل يم اكس بي تي. نعم. والثالث ما عرفت ايش نفرق عن الثاني، يعني الثالث، الثالث يدرس لك معدل تذكر الإعلان عند الأشخاص. مثلا يبحث لك على الأشخاص اللي من المفروض يعرفوا هم على علم مسبق بعلامتك التجارية، حتى تعيد إحياء علامتك التجارية من جديد، اللي اسمه الريماركتينج. يعني إعادة استهداف، يعني في حال إنه تقريبا. مثلا تركت الجمهور فترة وتركت الشغل فترة ورجعت مرة ثانية. أي والله، تركت الشغل فترة ورجعت مرة ثانية، فهو يبحث لك على الأشخاص اللي كانوا من قبل متفاعلين معك، وأشخاص اللي احتمال يكونوا يعرفوك، وهو ويمشي لهم مباشرة. واضحة؟ نعم استغفر. كمل أخي علي. هنا راح نجي نختار الصفحة اللي نريد نسوي لها الإعلان. اللي يريد تسوي الإعلان باسمها. نعم طيب نجي هنا هذاك ما تمسه. سمعتني؟ نعم التحكم في عرض الأسعار ما تلمسه، شوي متقدم. يعني ما نجي يمه. ما تلمسه، هو مستوى شوي متقدم كثير، حتى أني ما تكلمت عليه لأنه مستوى كثير متقدم. لازم على الأقل تكون عندكم شيء خبرة لحتى تعرفوا ايش هو هذاك بالضبط. تمام، انزلوا لتحت شوي. نعم التصميم الدنماركي ما نلمسه. لا لا، ما هنا تلمسوا. الميزانية، نحدد الميزانية باليوم. لو نعم، الميزانية نحدد الميزانية اليومية. طيب نعم تحدد الميزانية، هو أصلا يقول لك أنه مش أقل من 27 ليرة، يعني مش من أقل من 1 دولار. اي مثلا انا 27 باليوم. 27.41، من الأحسن أنك تديرها أكثر. طيب هذه هنا تاريخ البدء،
والساعة نحددها وتاريخ الانتهاء، يعني مثلا إذا بلش حصل من 9 ينتهي إلى 10 9 مثلا. حلو. هذه عناصر، هذا الموقع الجغرافي اللي راح نستهدفه هو تركيا. هل انت حاب تستهدف تركيا؟ نعم. هذا من ما هذه ما نجي مهمو. هذا ضافوها، على فكرة ضافوها قبل شيء، ممكن شيء 2 أو 3 أيام. إيه الذكاء الاصطناعي صار بإمكاننا نسوي إعلان بالذكاء الاصطناعي. هذه ضافوها شيء 3 أيام، أو خليني نتكلم عليها. نعم هي نفسها، فقط غيروا الشكل فقط. متذكرين كيف كان من قبل؟ لا والله. اللي هو إيه؟ تحديد الفئة المستهدفة. اي مثل ما احنا بايدينا نروح نحط اخر درس شرحت انه من قبل آخر درس تم تغيير الفئة المستهدفة، تم تغيير شكلها فقط، مش تم تغيير الفئة المستهدفة، تم تغيير فقط الشكل. هذا هو شكلها العادي اللي احنا نعرفه في الأودينس، لسه شكلها العادي ما تغير، ولكن في الإعلانات تقريبا شوية تغير، مش كثير، ولكن شوية تغير. تتذكروا لما قلت لكم أنه جويليا وأوت هو دائما موسم تغييرات، موسم تعديلات؟ نعم أستاذ، السابع والثامن لا التاسع والثامن دائما. صح، السابع والثامن. نعم أستاذ. من آخر الثامن قاموا بالتعديل لهذا الجديد. فدائما لما تشتغلوا السابع والثامن خذوا حذركم فيه، أحيانا تصير فيه مشاكل لأنها تكون مرحلة تعديلات. شو غيروا كل شيء؟ أقسم بالله. أضافوا الإضافة جديدة اللي اسمها تيلورد آت. هذه إضافة جديدة ممكن نحكي عليها لاحقا. خليني مش ما اختار تيلورد، نمشي عادي. هذه الحق ضافوها، عندها مدة، مش فقط جديدة يعني، ولكن مش مفعلة، ما كانت مفعلة، كنا ننتظرها تم تفعيلها بعد نهاية شهر 8. طيب الحين صارت هاد مقسومة، مفصولة على هاد. كانت هذه منصة واحدة، نختار فيها المدينة، نختار فيها الاهتمامات، الحين صارت فقط تختار المدينة. بعدها يقول لك Advantage Plus Audience، أنك تسمح للذكاء الاصطناعي هو اللي يحدد الفئة المستهدفة فقط، أنت تعطيه أفكار، ما تعطيه فئة مستهدفة كاملة. وبالتالي تضيف هنايا، تختار العمر، تختار السن، وفي الاهتمامات تختار الاهتمامات نفسها اللي تكلمنا عليها من قبل، ما تغير فيها ولا إيش. إذا ما حبيت بعد كم إيش؟ يوم يقللنا فيسبوك أصلا الإعلانات كلها ذكاء صناعي، ما تتدخل أنت. لا، لسه صعب عليه، صعب جدا أنه يوصل هذا المستوى. ممكن يوصلوا ولكن بعد سنوات.
ان شاء الله ما تصير اصلا، يصير ازعاج يعني، يصير صح. الانسان ما له دخل باي شيء. إذا ما أعجبك أنت هذا، ممكن تضغط على Switch to Original Audience Option ويتحول لك مثل ما كان في الماضي. تمام؟ هاي أستاذ يعني تجربة، أهم ما ينفع أنا أقول لا راح أستخدم المينيمال وأترك الذكاء الصناعي، لا أجرب هذا وأجرب هذا. أكيد أكيد، الماركتينج مبني على التجربة. تمام أخي علي، ممكن ترجع؟ أيوة نعم. وصلنا له. خلاص ما تمام. سوينا شيء، حندوس حفظ. لا لسه 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 عندك إعلان، الإعلان وين ترفع الصور الثالث. هنا اي هاي منا نرفع الصور مو؟ انزل شوية لتحت. عندك طيب كمل. تمام نعم. هنا أستاذ نضيف صور أو فيديو اللي نريد نسوي فيه الإعلان، يعني فيديو واحد أو صور أو عدة صور يخلي العميل يختار. معناتها تنسيق دوار؟ تنسيق الدوار آه. يعني صور متناسقة. طيب زيد أكثر. شفت الانستغرام الانستغرام، الصور كيف في الانستغرام، أنك تبقى تقلب تسحب. هاي اللي تطلع منشور واحد اكثر من صورة. أي والله، بس هما صورة واحدة وتبقى أنت تسحب فيهم، هم هذا هو التنسيق الدوار. اي نعم أستاذ علي، شفت الواتساب؟ أنا أرسلت لك الصورة. لا ما شفته، شوفوا بعدين. شنو الصور اللي دزيتها؟ أرسلت لك صورة اللي هو برنامج طليق بالضبط نفس الشعار هذا. هذا إيه بالضبط. شعار ما موجود، مسجل بالتجارة التركية. أنا أعرف إنه يعني هو الرجال نفسه صممه يعني، حسب ما أعرف، لأنه هذا مشهور جدا يعني. لعبة إذا بهذا الشكل ما موجود، حتى مسجلينه بغرفة التجارة التركية. شوف الواتساب تأكد منه. أي بس يختلف. هاي وين شفت أنت؟ هذا الشعار إيه؟ أقول لك، برنامج طليق هذا أشهر برنامج، أشهر يعني برنامج وموقع تعليم لغات على الوطن العربي يعني. إذا تعرف زي أمريكان إنجليش، نفس صاحبه هو اللي. بس مستحيل، احنا شلون وافقنا على الشعار مسجل؟ ممكن مش داخل تركيا. إيه ما ادري، يمكن. احنا سجلناه وافقنا على لا الشركة. هم مش داخل تركيا. لا هي ما داخل تركيا غالبا. ايه، فما مسجل في تركيا، عادي يقبلوا لك في تركيا. نعم. لكن هو الرجال يعني حتى عنده فيديو انيميشن هكذا الغزال تتحرك بعدين يصير الشعر، يعني تمام. انه متعوب عليه. طيب لكن شعار نفس ايلون ماسك. أخي علي، نعم استاذ. خلصت؟ ايه خلصنا، اسف على المقاطعة. لا ما مشكلة. تمام.
الأسد نعم أستاذ، عمل أوقف شيري، الخنزير لو راح يعمل شيري يتوقف في التسجيل مباشرة. أنا انطوني بعد إذنك 10 دقائق أروح أصلي وأجي. تمام إن شاء الله، تقبل الله. من نومكم صح يا عمر. أستاذ أنا على التلفون، أربط على اللابتوب. اربط على اللابتوب. أستاذة نهي كيف الحال؟ الحمد لله أستاذ، كيفك أنت؟ الحمد لله بخير. بس دقيقة. تمام أستاذة نهي، حاسوبك معك صح؟ لا والله أستاذ، أنا أصلا ما كنت قادرة أحضر أكمل محاضرة قبل، ممكن أحضرهم تسجيل لأنه كنت مسافرة، فما بعرف بالضبط إيش شو لازم نعمل يعني. بس حاسوبك معك الامتحان ولا ولا مش كيف؟ معك؟ لا لا مش لا أنا على التلفون. احنا بس نعمل براكتس لحملة إعلانية، لفتح حملة إعلانية. أوكي، على نفس الصفحات اللي فتحناها من قبل. أستاذ ما أخوي علي، أستاذ الواتساب اللي على الكمبيوتر يريد له أبديت ويمكن يتأخر شوي، ما أدري. ارسلوا على الميسنجر، إذا أنت فاتح ميسنجر في اللابتوب ارسل لينك على الميسنجر. ما أفتح ماسنجر على اللاب. طيب اللينك صعب يعني معقد، ما تقدر لا لا، تكتبه؟ بس المسألة نت، وأنا يعني أنا وحظي يعني مع النت. طيب أستاذة نهيل، أنت شاهدت المحاضرات اللي من قبل صح؟ والله لسه أستاذ مو كلهم يعني، عم بحضر فيهم. كانت هلأ إذا بكرة حيكون فعلا محاضرة ممكن أخلصهم اليوم، وبكرة ممكن أفتح. طيب إن شاء الله جهز حالك لبكرة إن شاء الله، فتكون جاهزة تفتح لنا إعلان. تمام. أنت كم المحاضرة ما حضرتي؟ من 3 أسابيع يمكن. ما فاتك كثير أعتقد، لا يكون فاتك هلا وقت. كان عنا امتحان، يعني عملت الامتحان بهذاك الأسبوع، وبعدها ما بعرف مش متأكدة كم محاضرة كان، في 2 يمكن، بس لأنه في محاضرات تانية لمدة تانية كنت عم بحضرهم، عشان هيك لسه ما خلصت. طيب ما مشكلة. اوكي استاذ انا دخلت الزوم، بس ثواني. طيب لحد من لما بين ما تيجي أستاذ علي، عندك في تواجه شي صعوبات أو شي مش مستوعب؟ وعلي راح يصلي تقريبا، لا نسيت، وأنا كمان بس راح أروح أصلي وأرجع. يلا تمام.
اه استاذ ده يطلب تسجيل دخول ما ادري ايش مطوش. ما مشكلة، راح يصلوا، فعندك 10 دقائق. يلا ماشي. اوكي استاذ انا معك. تمام، ادخل على عمل شير سكرين. اعطيني اذا طيب تمام، تمام. تكلم تكلم، يعني كل خطوة تكلم فيها. حاليا بس احاول ادخل الى الجمهور المستهدف، بس تمام، صفحة الجمهور. ايش مطلوب من عملك؟ تفتح إعلان. اه افتح اعلان. اوكي نروح على ادس مانجر اول شيء في البدايه كرييت. اوكي وين راح أنت اشتغلت من قبل إعلانات، صح؟ فتحت كرييت؟ من قبل إعلانات. ما فهمت، فتحت من قبل إعلانات قبل ما تدخل الدورة؟ ما سمعتك صوت. قلت لك قبل ما تدخل الدورة فتحت إعلانات؟ ما اسمع، من قبل الإعلانات فتحت؟ لا ما فتحت. لا لا، من قبل الدورة، من قبل ما تدخل للكورس. كورس؟ قبل ما تدخل ما الكورس سمعت. بتاع الماركتينج اللي احنا ندرسه فيه الحين، فتحت إعلانات ولا ايه لا؟ ايه لا
تمام. اوكي، نكبس على كرييت تمام، بعدين. اشرحهم لي. اشرحهم مرة ثانية. اوكي، سيلز في حال كان عندك موقع او متجر الكتروني وفي بيع، فانت تريد تخلي الجمهور يجي يشتري من عندك من داخل الموقع. طيب، شو هو الفرق؟ طيب، ليه؟ ثانية سمعني أخي في أسد، حال أخي أسد، ثانية في صوت يا جماعة ما بسمع. حاليا سمعان. لا أستاذ مدعس. تمام. سؤال، ألو، سامعني؟ أنا تمام، أسمعك سيد. أيوة سامعك. تمام، سؤال. أنت قلت لي سامعك أنك سيد. تشتري من الموقع، صح؟ سيلز هي أنك تشتري من الموقع، أي وترافيك نعم، هي كمان تأخذك للموقع. ما أنا أشتري من يعني الجمهور يشتري. طيب، ترافيك والترافيك تاخذ كمان تأخذ الموقع. إيه؟ في شو الفرق بيناتهم؟ الترافيك زيادة عدد مشاهدات للموقع، لكن سيلز يعني للبيع. حلو، معناتها السيلز راح يركز لك على الأشخاص اللي عندهم احتمالية الشراء عالية، والترافيك راح يركز لك على الأشخاص اللي عندهم احتمالية الضغط عالية. تمام؟ ايه طيب، اوكي، انجيجمنت اللي هي تواصل، مثل ما تفضل سأل علي، انه يكون تواصل سواء على الفيسبوك او الانستغرام، او انه يكون على الخاص. يعني فينو أتوقع فيها زر اللي هو تواصل معنا. بروموشن، الترويج للتطبيقات، مثل اللي نشوفها دائما في الفيسبوك. التطبيقات يخليك تحمل تطبيق. الترافيك توني حكينا عنه، زيادة مشاهدات أكثر على الموقع والتطبيق والإنستغرام أو البروفايل مال الفيسبوك. أو الناس، إذا أنت حاب تعمل توعية وتشهر سواء المنتج مالك أو الشركة مالك أو إيش ما كان. طيب، أوكي، شو راح بالنسبة تختار انت؟ أنا بالنسبة لي عندي الجمهور مع أنه بسيط، وعندي المنتج ومهتم انه اخلي اللي يعرفون المنتج يشترون. ف تمام، اختار انجيجمنت. ليش؟ لانه احنا المبيعات عندنا كلها عن طريق التواصل بالتعليقات او على الخاص. حلو حلو اوكي، حلو. اوكي. عندنا هذه الاسم، بعدين تحت التفاصيل، ما هذه ما مهمة. اي بي تيستينج شرحت لنا استاذ عليها. انت في حال انه انت عندك اعلانين وتريد تخلي الفيسبوك يجرب هذا ويجرب هذا، شوف ايه احسن يركز عليه اكثر. هذه الجديدة. لا، مش هذيك الجديدة، هذيك اللي تكلمنا عليها، البادجت. المنتج. أيوه.
هذه شوية معقدة كانت. يوزع لك البادجت على حسب الأشياء الأكثر سحبا للنتائج، مثلا ايه الفيسبوك أكثر من الانستغرام فيركز لك على الانستغرام هيك. اوكي. هوني ما اكو تفاصيل، نروح على هوني في احنا وين نريد نخلي الناس يعني يتواصلون معنا، وين يتفاعلون معنا، على الإعلان نفسه أو على مكالمات يعني اتصل بنا مثلا، اتصل الآن، أو أنه يروحون الموقع ويكتبون على داخل الموقع، أو داخل تطبيق يتواصلون، يمكن حتى التليجرام مثلا أو أي تطبيق التواصل الاجتماعي. لا، هذا تطبيقك الخاص لما يكون فيه تفاعل. يعني مثلا التليجرام ما مشمول صح؟ لا، تطبيقك الخاص لما يكون عندك تطبيق وفيه تفاعل. اوكي. الفيسبوك نفس الفيسبوك. فيسبوك اللي هي زيادة عدد الإعجابات، أنت شو حاب تعمل؟ انا اريد على على الانستغرام، ف ميسنجيك خليك. آه. نعم؟ على الانستغرام رسائل ولا إيه؟ تعليقات؟ لا، على الرسائل ما. رسائل أول وحدة ميسنجينج. لأنه فيها حتى انستغرام وواتساب ماسنجر. أوكي، نوعية الإعلان يعني كليك تو مسج طيب خليها كليك تو مسج. أحسن. أها فيسبوك تشوز ذا فيسبوك. ها هوني، وين وين بالضبط تتواصل؟ مثلا احنا نريد، ليش ما افتح أنت ما عندك صفحة، ما يعني أنت ما ربط صفحة بهذا. انا ما ربط صفحة اصلا. ايه إيه تمام، فهذا لازم تربط صفحة حتى وتربط معاها الانستغرام حتى يطلع لك الانستغرام. ايه انا اصلا يعني ما بادي شغل عملي لا ولا نظريا، ف بس يعني بشكل، ولا فهمت كان اخترت الانستغرام والواتساب لانه احنا نريد نحكي. تمام. performance goal نفس هاي واحد، هذه ما علينا فيها صح؟ ما مش مستعمل الحين. اوكي، هذه على الاقل على الاقل على الاقل يمكن نخليها 50 او 80 نحن. كم؟ 50 ليرة باليوم. لا لا احنا يعني لحظة، لا ما كثير. ثواني ثواني، ما ممكن 10 دولار باليوم او اكثر. 10 دولار مناسبة، مناسبة جدا. لانه اكثر يصير على يعني، حتى لو حقق يعني تفاعل، لكن احنا ما محتاجين هذا التفاعل الكثير لانه احنا ما راح نلحق عليه. صح، يعني لازم نكون احنا نقدر نغطي عدد الزبائن اللي جان. حلو. ستار ديت، التاريخ والتوقيت، هذا اتوقع احنا نشوف يعني انا اشوف اقاربي توقيتهم على حسب توقيت يعني الامارات، متى الناس يعني يكونون مرتاحين شوية، ما مثلا ما بداية الدوام ولا لا، بنص الدوام. إعلان لما تطلقه ما تفكر في هذه الأشياء، هو أصلا ما راح يشتغل مباشرة. ها هذيك الوقت مال العرض الإعلان، بس وين ما أعرف وين جوا يمكن. روح للبادجت، روح للبادجت. وين أي والله، حوله من ديلي، أرجع للبادجت، البادجت لفوق، حوله ايه من ديلي لايف تايم. لايف تايم انه مرة واحدة. هكذا ممكن نحطه 90 دولار الى 100 دولار يعني. طيب حط 100 دولار بس نقص الأيام.
$100 وننقص الأيام، يعني إيش؟ أو 100 دولار كم بالليرة؟ 2000 ليرة، اكتب 2000. طيب هي يلا هذا نعطيهم شوية بعد يعني. انزل شوية لتحت از سكادجولينج از ات ايوه، هذه اللي هذا اللي كنت اضغط نحكي على عليها. هاني نختار، ممكن مثلا احنا 9 و6 PM. 6 مساء حتى 9 بالليل، نعم، هذيك 6 مساء يعني. ايه، من 6 مساء الى 9 مساء، و من هذيك مش 9، اثنا هذيك عشر مختار صباح حتى حتى دقيقة، أنت مختار من 6 حتى منتصف الليل. من السادسة حتى منتصف الليل. ايه، بس انا ادور على باقي الساعات، ليش ما موجودة؟ لا موجودة موجودة، هي مثلا أرجع وين كنت دقيقة، خليني أشرح لك الموضوع لأنه هذا اللي لخبطني كثير. شفت الخطوط، في خط أبيض، في خطين أبيض وخط أزرق، خطين أبيض وخط أزرق، صح؟ خطوط الطول مش العرض. ايه هذا، فمثلا 9 مساء هو الخط الأزرق، الخط الأبيض 10، والخط الأبيض اللي قدامه 11، والخط الأزرق الأخير هو منتصف الليل. اذا احنا ايش لازم نعمل؟ هاكر هاك من 9 للـ10. ايوه، اوكي، اذا نخليها 9 لل 12، حتى 12 احنا ما يناسبنا. احنا متى وقت العمل يهمنا؟ متى احنا نقدر نشتغل؟ معناتها 3 4 إلى تشتغلوا على الثلاثة على الثلاثة صباحا أنتم. من الفجر توقع بعد. ماشي، بعدين ما نقدر، ما كثير، هاي التفاصيل ما كثير أعرفها مالي يعني عن اختارها أنت، اختار الشغل هاي. عشوائيا. بس الفترة المسائية هي الأكثر اللي تجيب نتائج في الإعلانات، دائما الفترة المسائية هي اللي تجيب نتائج أكثر. احنا هاي كنا راح نكنسلها، او التالي هاكد. اوكي، مثلا لانه احنا ما باللحظة اللي ينطلب منا الطلب احنا ننتجه، يمكن 2 يوم حتى يصل يعني. تمام. اوكي، والاودينس احنا نقدر نستخدم الاودينس اللي احنا عندنا هذا. طيب. بليسمنت اللي هي ايش هاي بليسمنت اللي هي وين ينحط الإعلان، صح؟ بس هاي احنا نريد مور اوبشن يعني، اتوقع. لا مش تسمى، اضغط على edit، نعم، اضغط على manual، manual placement. ايوه، واحنا نشيل ماسنجر ما يخصنا، وهذه ما تصير.
احنا اصلا احنا شغلنا كله على الانستغرام، المفروض يعملون في صفحة فيسبوك، لكن حاليا ما اكو اصلا. الحين بس أنت تشتغل فقط على الانستغرام. يب، بس ما يصير اختار انستغرام بدون فيسبوك. لا عادي يصير، هاي اخترتها. بس لما شفت يعني لأنه انزعج. عادي عادي، بس ينجن شوي. هوني احنا عندنا تفاصيل بعد اكثر، يعني مثلا بس هكذا، يعني ما راح نقدر نعدل عليه، احنا نحتاج كل الانستغرام بما فيه يعني. سيرش ريزولت نخليها، لا، ما في سيرش ريزولت في الانستغرام. في الانستغرام ما في اصلا، اوكي ما في، بس تمام، خلاص. ارجع لي تشوف للحملة، ارجع لي تشوف للاودينس. دقيقة، انزل شوي. اضغط لي تم. هذيك شو انت شو مسميها هذيك؟ هذه مال انهم اي، ومن ومن اونلي. والاولى ايش هي؟ والأولى اللي هي الجندر. طيب، بس طلع لك سعر كثير غالي، مش وين عارف السعر؟ ليش. انزل شوي شوف استيميشن. وين؟ ما شايف. الاستيميت الديلي ريزولت على اليمين. ها هذا طلع لك انه الوصول من 250 الى 700، فهذا الرقم شوي غريب. قليل صح؟ ممكن ما فهم الاودينس مليح. يعني نقول له مشكلته ولا لازم نعدل الأودينس؟ ما سمعتك. يعني لازم نعدل الرقم ولا؟ هو بالعادة إيه، لازم يتعدل الرقم، لازم يلحق إلى من 1200 إلى 2000 أقل شيء. هذا اوكي، نجرب الأودينس الثاني، خلينا نشوف. والله هكذا صار هكذا، احنا ما راح نقدر اصلا نلبي طلبات الكل، لانه هو شغله صعبه. طيب، ما ادري، المفروض يعني يعدلون الوضع معناهم. طيب، العدد كبير بس. طيب، طيب انت هاي ما اعرف ايش هاي، يعني اثبات ايش؟ ارجع لي نشوفها. Identity Partnership، هاي لما تكون تسوق لشركة ثانية أو تكون مع شركة تسويق أو هيك، تعمل Partnership Ad. أو مثلا تكون تشتغل مع هاي أديداس، وأديداس أنا على عطيتك طول الحق أنك تسوق. أها. لانه ممكن ما قلت لكم المعلومه، في بعض الاشياء ممنوع ان نسوق لها في السوشيال ميديا، من هالبراندات العالميه ممنوع نسوق لها. ممنوع تسوق للبراندات العالمية. ممنوع، مثل البراندات الملابس واي براندات عالميه، كوكا، اي براندات عالميه ممنوع نسوق لها، ممنوع نفتح عليها اعلانات. أستاذ، حتى لو شيء تقليد، يعني البراند تقليد، يعني كوبي ون مثلا، هاي الأساس. ايه، هذيك مشكلة كبيرة هذيك.
بس في ناس بتسوي إلها. بيفتحوا الاعلان يسوقوا الاعلان، يمشي لهم 4 5 ايام وبعدين يضربوا لهم الاعلان ويفتحوا صفحة جديدة واعلان جديد وبعدين هيك. هذا هو شغلهم. اوكي تمام. ترى هو السبب لان حقوق. حقوقه هم بالعادة يشتروا كثير، يشتروا من الهند، يبيعوا الحسابات الإعلانية مثلا 1000 دولار ممكن يبيع لك شي 10 آلاف 5 آلاف حساب إعلاني. هو يشتري 5 آلاف حساب إعلاني ويشتغل عليه، كل ما يسكر له واحد في 5 7 6 أيام أسبوع يفتح الثاني، وهو ماشي هيك لأنه الحسابات اللي حسابات اللي يبيعوها الهند اسمها، أحيانا تبقى، أحيانا تبقى شهرين 3 أشهر، يسموها أعتقد أنه الفامباير، الفامباير أو ديث، إيه فامباير أد أكاونت، اللي هم منسيين من طرف السيستم، السيستم وضعهم أنهم متوقفين وهم مش متوقفين. وكيف يعرفهم؟ ما سمعتك. يعني كيف يعرفون الحسابات المنسية من الغير منسية؟ الحساب علي ستريكت يعني ممنوع فيه الإعلانات، بس ينفتح فيه الإعلان ويشغل. أحيانا الموظفين يعملوا غلطات لأنه الستريكت مش روبوت، الأشخاص هم اللي يوقفوا، فأحيانا يعمل إعلان التوقيف الموظف بس ما يوقف الحساب الإعلاني، صح. أو يصير بوك، خلل في السيستم، فالسيستم ما يوقف حساب إعلاني، فتصير هذه المشكلة، يخلقوا الفامباير اد اكاونت. والصينيين، الصينيين الهنود عباقرة فيه، ما بعرف مين يجيبوهم بس عباقرة فيه، ممكن لأنه في كثير شركات اللي تشتغل مع فيسبوك، لأنه على فكرة فيسبوك الأشخاص اللي يديروا الابروفمنت للإعلانات هم أشخاص حقيقيين وموجودين في كثير من الدول، واحد من الدول اللي موجود فيها كثير هم الهند، الهند والصين، شركات بارتنرشيب، شركات تشتغل مع فيسبوك هي اللي تعمل القبول للإعلانات ومتابعة الحسابات، يعني مش فيسبوك هي اللي تديرها، كان شركة ثانية. فأحيانا الشركات تغلط لأنه تتواصل مع فيسبوك، فيسبوك توقف الإعلان، مش هي اللي توقف الحساب، تتقدم الشكوى للفيسبوك، فيسبوك يوقف الحساب، ففي هذا العملية التواصل يصير خل، والهند فتطلع انه ممكن يكونون عاطين رشوة لأن ذوك. ممكن فتسرع الخلل اللي يصير انه يشوفوا والله ممنوع الإعلان، بس لما تجي تجرب إعلان يتفتح عادي، اوكي. فيشتروا هذو أصحاب البراندات، و فيك أشياء كثيرة ممنوع أننا نسوق لها، مش فقط هذا. هوني هاي من تصميم محتوى، يعني حط المحتوى بلا صح. ما اريد ادخل فيها بالضبط، هاي حكينا عنها تونا، انه مجموعة صور وهاي صورة واحدة، وهون تختار اذا كان الصورة موجودة او هذه ما اعرف ايش. تصنع مثل لاندنج بيج، شفناها من قبل، اللي تصنع تصاميمك عندك. اوكي، هون تحط الصور، تحط الكلام، والكول تو اكشن تختار واحدة. احنا راح نختار اوردر ناو، ممكن اقرب شيء لنا يعني اوردر ناو. تراكينج ما عندنا، ما يحتاج صح؟ ما عندنا اصلا لا ويب سايت ولا اي شيء، ما راح تشتغلوا، ما راح تشتغلوا هذاك تراكينج. وخلص خلصنا. حلو حلو. طيب خبروني ايش هي، ايش هي اللي تعرفوا انتم ممنوع اننا نشتغلوها في السوشيال ميديا عامة، مش فقط فيسبوك. عامة أتوقع أشياء مخلة، أشياء هذا سياسية ودينية.
السياسية الآب السياسية لا لا ممكن تفتح عليها إعلان عادي. ممكن تروح للنيو إيجاج للكامبين للنيو إيجاجمنت كامبين. نيو يعني فهمت. عندك كاتيجوري، اضغط على الكاتيجوري. كاتيجوري اللي هي تم اد سبيشال كاتيجوري، اضغط على الكاتيجوري. انا جالس ادور عليه. هذه اوكي. اخر واحدة اللي هي هذا، لما يكون عندك حملة سياسية لازم تعلن انه الموضوع سياسي. مثل هاي مثل هذا ممكن تعمل، بس هذا لازم تثبت انك جهة سياسية. اي والأشياء الدينية دينية عادي. عادي. لا عادي ومش عادي، يعني فيها انت وقعت لي في واحد النقطة اللي اسمها الكونفليكت، اللي اسمها نقاط التقاطع، لأنه فيسبوك يمنع التعصب الديني بس يسمح بالدين. فأحيانا أنت توضع شيء عادي وهو يعتقد أنه تعصب ديني. يعني مشكلة. أوكي، وعندنا الأشياء اللي للمخلة أكيد. مخلة بالأدب. إيه أكيد أكيد، أي شيء مخل بالأدب، أي شيء يعتبر الريليشن شيب هو ممنوع. حتى أي شيء عنف، أي شيء يعني ينتقد أو يهاجم أشخاص معينين، مجموعات معينة. مش دائما، لا إعلانات لا مش دائما. الإعلانات إذا تهاجم أشخاص معينة عادي. تهاجم أشخاص معينة قصدك في الدولة ولا؟ لا لا، يعني مثلا ضد حزب فلان ولا ضد شخص فلان ولا ضد. لا كإعلان سياسي لا، ولكن كإعلان عنصري يتوقف. إذا فيه كلمات تهجمية يتوقف، لأنه هو يشتغل بالكلمات. إذا فيه كلمات تهجمية يتوقف. إذا عرفت كيفاش تكتب الكلام ما يكون تهجمي يمشي لك عادي، بس العنصرية لا، ما يقبلها العنصرية. طيب شو في كمان؟ وفي كمان أي شيء فيه ضرر، الإبر، السكاكين، أي شيء يمكن يستخدم في الجريمة يمنع تمويله. أول شيء. ثاني شيء، براندات قلنا يمنع استخدامها. في مشكلة بالنسبة للنساء في نعم. الإعلانات، للنساء فيه مشكلة، استخدام صور النساء فيها مشكلة. هو يقول لك ممكن تستخدم صورة النساء كيف ما كان شكلها، المهم ما يكون فيها إيحاءات جنسية. يعني ممكن تستخدم صور طبية مثلا لمرأة عارية وتعمل فقط المنطقة الحساسة، فقط تعمل لها مثل غطاء أسود، ولكن إيحاءات ما يقبلها. شوفي كل الصور اللي قبل وبعد للمنتجات بالعادة ما يقبلها. قبل وبعد ممنوع؟ ليه؟ بالعادة ما يقبلها، أحيانا يمررها أحيانا ما يمر، بس هي كقانونا غير مرفوضة.
كصور مرفوضة، كفيديو تقدر تمشيها عادي، تمشيها عادي كفيديو، ولكن كصور مرفوضة. غريب. إيه غريب جدا، في بعض الأفكار غريبة جدا. شو في كمان؟ الأشياء اللي فيها، الأشياء اللي فيها غرابة، الأشياء اللي فيها قتل ودماء. أكيد أكيد مفروغ منها يعني. أي مشهد عنف ما يمنع. المشكلة أنه في بعض الأشياء، في بعض الأشياء توقف لك الإعلان، أو في بعض الأشياء توقف لك الحساب الإعلاني كامل، وفي بعض الأشياء تمنعك أصلاً من دخول فيسبوك مرة ثانية. مثل مثلاً العنصرية يوقف لك الإعلان، أي شيء مخل بالأدب يوقف لك الإعلان، ولكن البراندات يوقف لك الحساب الإعلاني كامل. أي شيء فيه مشهد عنف، دماء وهك، يوقف لك الحساب الإعلاني كامل. وإذا فتحته مرتين أو ثلاثة ممكن يمنع الآي بي تاعك من دخول الفيسبوك، يعمل لك بلوك آي بي، وبالتالي يبقى الفيسبوك ما يطلع عندك في حاسوب. ايش هي اللي يتم منعها؟ يتم منع عادة العلوم الزائفة. هاي ممتازة هاي. أحيانا يتم منع، هو قانونا ممنوع نشر الأكاذيب. مثل جماعة الطاقة وهذا الحكي الفاضي. بالعادة هو وضحها أنه ممنوع نشر الأكاذيب، بس العربية، في اللغة العربية صعب شوية راه يلاقيها، ولكن في الإنجليزية بالعادة لو يستخدموا أي كلمات تابعة إلى مثلا علوم الطاقة وإلى آخره يتم توقف الإعلان مباشرة. ممتاز، حبيتهم. أول مرة أحترم فيسبوك. شوفي مثلا الأدوية اللي إعلانات الأدوية، إعلانات الأشياء ممنوعة، إعلان الأدوية. ليش؟ يعني إذا موثقة ما يصير؟ إذا موثق، إذا موثق وتوثق شركتك تمام، بس تفتح صفحة وتنشر دواء لا، مش ممنوع. أنشر صورة الدواء بدون غلاف، بدون أي شيء. ممنوع، ممنوع التوظيف، إعلانات التوظيف إلا إذا دخلت الكاتيجوري واختاريت أنه إعلان توظيف اللي كنت فيها الحين، اللي اختارينا منها. ممكن ترجع لها، ترجع شوية لفوق، كاتيجوريز اضغط عليها. تضغط على إعلان توظيف، بس المشكلة أنك أعمل موديفاي آسف. راح نقول لك شو يصير، راح نقول لك شو يصير. الفكرة ممتاز الرئيسية في صراحة. التوظيف يقول لك أنه ما لازم تختار أودينس، لأنه الوظيفة لازم تكون متاحة للجميع، فما لازم تختار ما بين ذكور وإناث، وما لازم تختار العمر بشكل مفتوح، وفيها كثير أشياء يعني، حتى تكون من ناحية أنه يكون فرصة عادي عادلة للجميع. ألقي جو أنا براحتي بعدين يعني، ما سمعتك. بس الإعلان راح يطير للدنيا كلها يعني ولا داخل الدولة؟ لا داخل الدولة، أكيد داخل الدولة، بس داخل الدولة ما فيك تحدد. فهمت عليك؟ التحديثات شوف، ادخل الاودينس وشوف، اختاريتها ادخل اختار. اودينس واشيله اصلا يعني الاودينس. لا طيب، شيل الاودينس، ادخل شيل الاودينس واختار employment
وين راح؟ انا ضيعت الاوديو. تمام، انزل شوي، انزل، هي تم، انزل شوي. زيد، انزل شوي، زيد. طيب، روح مباشرة، أنت سامعني صح؟ هذا هذا تمام، روح مباشرة إلى انزل كاتيجوري واختار، روح مباشرة إلى كاتيجوري واختار توظيف. ايه هيك الأودينس، أنت عند الأودينس. أضغط على create new audience. ما سمعتك. وبعدين كأنه طلع لي شيء. هذه هذه تمام، شيل شيل عليك، شيل شيل. اطلع، ارجع الكامبين واختار employment، اعمل modify ad set. تتو تمام، وين هي؟ عملتها خلاص. ارجع للاودينس. بطل اللين. اوكي اعمل create new audience. اختار العمر والموقع والهذا بس صح؟ ولا لا؟ بلي حتى هذه موجودة. ما يمكن سمعتك. ميزة جديدة هاي؟ يمكن ميزة جديدة انك تختار اودينس للتوظيف؟ طيب دقيقة، راح أعمل. شايفين أنت عندي صح؟ اي شيء طلع لي الدولة. Based on art account، أو ممكن أختار دولة ثانية. أنا راح أختار art account تركي. طيب، حطوا 2 مليار حتى طيب، يبنك من أول ثاني. ممكن إذا وضعت مثلا إسطنبول، لا أعتقد أنه لا 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 أغلط. لا، إسطنبول. تمام، طيب ما راح نقدر نختار أكثر من أقل من 18 سنة. أصلاً ما يصير موظف بعمر 60 صح؟ طيب راح نختار 30. تمام،
حلو، مثلا هنا ممكن نقدر نحدد فقط مجالات الدراسة education، ونروح field of study، ونختار مثلا computer، programmer، software programmer مثلا. اختار المجالات اللي مهتم بها: كمبيوتر بروغرامينج، لانجويج بروغرامينج، ويب ديزاين بروغرامينج. اختار فقط المجالات اللي انا مهتم بها، مثلا ديزاين اند تكنولوجي. أستاذ، ما سمعتك. كيف تختار أنت بدون ما تنسد ينسد البحث؟ ما ينسد، لا ما ينسد، يعني تكبس شفت ولا شيء، ولا هو هكذا؟ لا لا لا، ما ينسد ما ينسد، هو ما ينسد. أوه. تمام. في الصدي ممكن نختار، حتى إذا حابين أشخاص متخرجين من جامعات خاصة نختاروا الجامعات اللي احنا محتاجينها. بس مثلا إذا أنا اخترت، إذا أنا اخترت مثلا من، وأطلق الإعلان اللي هو تابع للتوظيف، راح يوقف لي الإعلان، يقول لي ما تختار فقط رجال، لازم تختار الجميع. ليش؟ يقول لك أنه عنصرية. زين ما يناسبني انه مثلا اوظف رجال بدل ممرضة مثلا. أيه، ما يستوعب الفكرة. ما لا strong independent woman. صار راح الاحترام اللي كسبه قبل شوية. أحيانا يمشيها، يعني مش دائما تتوقف، مش دائما، يعني هذا مبنية على الأشخاص. زين إذا أكتب هي أو شي بالإعلان يقول لي أنت عنصري وأنت لا لا تكره لا هذا. لا 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 لا، بالعادة ما راح يقول لك لا. هنشوف لهون. طيب، لأنه لهنا يتبع سياسات الدول، فاهم علي؟ أنه ممكن احنا رانا فاضعين على تركيا، لو توضحها على اليو اس تختلف القوانين، فهو يمشي تقريبا على نظام الدول. طيب، هذا أي شيء يستخدم فيه الكريدت كارد، أي شيء فيه دفع مباشر. هذا فقط إعلان. الهوستينج أي شيء متعلق بالعقارات. الهوم انشورنس، العقارات، الاجارات، اي شيء. حاولت نختارها، حاولت نشتغل بها اكثر من مره، ولكن ما نسبتنيش كثير صراحه، يعني ما النتيجه اللي جابتها لي ما عجبتني كثير. يمكن لأنه يبحث عن الناس اللي مهتمين بهذه الأشياء وهي بالعادة ما تبين. لا، أنا ممكن استخدمتها قبل سنة أو سنة، أكثر من سنة من اللي استخدمتها آخر مرة، فممكن تكون تطورت، فخليني راح أجربها وممكن أشارك معكم المعلومات الجديدة. أوكي.
انه اخر مره جربتها كانت لسه في بداياتها، ممكن اكثر من سنتين، كانت لسه في بداياتها. صار عندك خبرة ومتابعة التحديثات تشوف أي فرق؟ ما سمعتك. أنت عندك خبرة وحتى التحديثات يعني تلاحظ الفرق بسرعة، إحنا ما راح نلاحظ من هسه ممكن سنتين ثلاث. صح. مباشرة ما عمل أعرف إذا فيها خلل أو لا. وأحيانا ما تكون البدايات، ما أنا بالعادة ما أشتغل على قديما كنت أعمل هذه الغلطة، إذا لم يعملوا تحديث أروح مباشرة أستخدم التحديث، ولكن بعد ما تعلمت فهمت أنهم يستخدموا بالذكاء الاصطناعي، هو محتاج وقت ليتعلم. وبالتالي كنت أنا أول شخص يستخدمه وأول شخص يأكل الضرب، لأنه ما يجيب لك نتيجة مليحة في البداية. خلي الناس تغلط وانت تاخذ الشيء على جنب. فتعلمت أني ما لا أستخدم أبدا التحديثات حتى بعد ما يمر عليها شي 5 6 أشهر، تكون شدت حيلها وتكون تمد نتائج وتشوف نتائجها بعدين أستخدمها، ما أستخدم تحديثاتهم أبدا. تمام، في شيء ما تكلمنا عليه حابين نتكلموا عليه؟ حبيت نتكلم على هذا اللي قلت لكم، إضافة ضافوها جديدة، ضافوها حق قديمة شوية، ممكن من السنة الماضية كانت مضافة لكن مش مفعلة كثير. هذه اسمها تايلورد مساج كومبين، اللي اسمها تايلورد اكزاكتوم، ما مش عارف ترجمة تايلورد شو معناتها بالضبط، ولكن هي فقط اختصار لشكل فتح الحملة ونفسها تقريبا، ما يتغير فيها ولا أي شيء، فقط إذا فتحناها مانولي أو إذا فتحناها تيلورد تكون مختصرة، مش مثل الأولى دي تكون معمقة وطويلة. فمثلا بدل ما يطلع لك 3 طلع فقط واحدة فيها كل شيء، والثانية فيها الإعلان، لتوضع فيها الإعلان. استاذ اتوقع المفصل احسن يعني حتى تضمن انك يعني ما نسيت شيء. صح، يعني مثلا هذا طلعها لك هون، ما طلعها على حالها، اللي هي اللي تكلمنا عليها بس الحين. صفحة بادجت والأودينس وخلص، هذا شو عندك؟ مختصرة كثير وعندك لهنا تفتح ونضيف الإعلانات وخلاص. وبالتالي صار سريع جدا أنك تفتح إعلان والباقي كله هو يهتم به، ومع هذه الأشياء كلها هو يهتم به. بس أنا ما حابه كثير لأنه لسه وشوية مخيفة يعني. ايه يغلط وهو ما يفهم اصلا، ما اعرف انه غلطان، شوي مخيفة. وحتى المراجعة تصير اصعب. فمن الأحسن من الأحسن نحطه كل شيء. تمام، في عندكم أسئلة؟ أستاذ أمتى حيكون الامتحان النهائي؟ والله ما بعرف بس قريب إن شاء الله.
طب راح كيف راح يكون اذا حيكون عملي؟ يعني حنفتح عندك الشاشة وهيك، او راح انه يكون حيكون تطبيقي، بالفار؟ راح يكون تطبيقي تمام. 100%. ما راح تكون في أسئلة. تمام أستاذ، يعطيك العافية. تمام. يعطيك العافية أستاذ، شكرا. شكرا. في أسئلة ثانية؟ لا أستاذ، يعطيك العافية. تمام. إحنا إن شاء الله بكرة راح نتكلم على كيف نقرأ التقارير. راح نرجع لها مرة ثانية هي مهمة ونتعلم كيف. ما سمعتك. مهمة مهمة. بالنسبة لي هي أهم شيء، والله بالنسبة لي هي أهم شيء. راح نشوفوا كيف. أصلا هذا هو الفرع الأهم من الماركتينج، هي الداتا، والداتا هي أرقام، فلازم تتعلم شوي في الإحصاء لحتى تعرف كيف تقرأ الأرقام. فبكرة إن شاء الله راح نتكلم على التقارير، كيف نعد تقارير التسويق، وكيف نقرأ التقارير ونعدل على الحملة الإعلانية. تمام؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا نشوفكم بخير إن شاء الله بكرة. مع السلامة. مع السلامة. ترجمة